أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بالنسبة لقراءة ما يسمى ببعض المجلات بحظك اليوم لمجرد التسلية فقط، لا يجوز هذا، هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فالحظوظ وما يجري على العبد هذا لا يعلمه إلا الله، فمن كتب في الجرائد أو غيرها أنه يعلم حظوظ الناس فهذا من ادعاء علم الغيب، ويجب منع هذه الصحف أو هذه الجرائد من نشر مثل هذا. نعم.